جماهير استفتاء رقاد وخبراء استفتاء ربطات الرابطة المحترفين في العالم. طب والله ما بنعملش احنا ليه كده؟ انت المدير الفني مهم جدا للمنتخب مصر، مهم للشارع المصري، سواء مدرب مصري او اجنبي على فكرة. وانا ما بتكلمش، انا بتكلم عن خبرة، مش بتكلم عشان تختار فلان حسام ولا محمد، لا اختار بالمنطق، اختار باحساس الناس، اختار احترم رأي الخبراء والنقاد، مين الاحق في الفترة دي ومن يصلح لأسباب معينة، التوقيت، المدرب المؤثر للاعبين الموجودين في منتخب مصر الجيل الحالي، مين يأثر عليهم في مرحلة قصيرة، الفترة الصعبة اللي بالنسبة اللي هيمر بها المنتخب في المرحلة اللي جاية محتاجة، هل مدرب أجنبي؟ هل مدرب مصري؟ مواصفاته إيه؟ هل هو اشتغل قبل كده مع منتخبات؟ هل هو مؤثر من الناحية المعنوية مع اللاعبين؟ كل ده اختيار، كل ده لازم. لكن انا كل يوم النهارده اتفاجئنا ان في مدرب مثلا، انا شايف كنت بقرا كل يوم الاتحاد الكره يتفاوض مع مدرب هياخد 3 مليون دولار، هياخد 2 مليون ونص، لا وصلنا ل 2 مليون، لو في 4 مليون دولار كارلوزوفيتش. الفلوس دي يعني احنا عمالين نقول السيد الرئيس والدوله كلها عماله تقول نوفر طاقه ونوفر عمله صعبه ونشتغل عشان نجيب دولار، عمله صعبه. طب ايه اللي احنا فيه يعني؟ هو احنا ناخد العمله الصعبه؟ انا مش بقول ان احنا تحيز ضد مدرب اجنبي، بالعكس، لما يوجد مدرب اجنبي مش مجرد ان هو فاضي عشان كبر سنه او فاضي عشان محدش بيشغله ان احنا نجيبه خلاص. يا راجل احنا فكرنا في الراجل المحترم اللاعب الاسطوره تيري هنري، اللي مجرد ان هو شفناه في الصوره مش قال لك مدرب عام، مجرد مدرب مساعد في منتخب بلجيكا من المدربين اللي بيعملوا احماء بتاريخه الكبير ده، فكرنا فيه لمجرد ان نجيب اي حد خلاص. فكرنا نجيب واحد يقول لك خالوليتشي ومش عارف الله، طب شوف السي في بتاعه، شوف هو قادر ان هو في المرحله دي ولا لا، ما ممكن المرحله دي مش بتاعته، شوف يمكن المرحله دي مش بتاع مدرب مصري، ماشي اسال الخبراء. الكابتن محمود سعد لما تحطينه في اتحاد الكره ليه؟ الكابتن طه اسماعيل الناس العظام دول اتحطينها ليه؟ الكابتن فاروق عفر، الكابتن خطيب، الكابتن شوبير، المجموعه دي كلها اللعيبه القدام، جمال عبد الحميد، ربيع ياسين، انا عايز اقول يعني لازم تعمل تاخد راي الناس دي. وبعدين هو الموضوع، انا مش عايز اطول عليكم بس في حاجه، انا كنت في حاجه يمكن يعني مش سر لكن حاجه حصلت قبل كده، قبل ما الكابتن جوه الله يرحمه يتوفى، كان جاي اجازه من الاردن، فبنقول له يا ريت يا كابتن تمسك رئيس اتحاد الكره لان عندك افكار، وراجل جه قبل كده للاسف اتهاجم واتحارب بشكل فظيع، كان عايز يعمل نظام للكره المصريه في قطاعات الناشئين ومنتخبات الشباب والمسابقات، وكان عاوز يعمل مسابقه تحت 23 سنه. اتقابل من اول من تحت السن من 15 و16 و17، كان هيعمل طفره كبيره. الناس قالت لك ايه يا عم، احنا عايزين الحاجات اللي احنا واخدين عليها اللي هي الهيصه، والناس بتشتغل وخلاص من غير حسابات وناس مجاملات. كابتن جواري كان عايز يعمل كده.